أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. هو يوم عالمي للإذاعة والتلفزيون الموجهة للأطفال، وكذلك شكون يقول يوم 8 مارس؟ واش ماذا يصادف يوم 8 مارس؟ سعيد المرأة. برافو بنتي، برافو 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 برافو. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. شخصية اليوم هي سميرة موسى، أول عالمة الذرة المصرية العربية. ألفت سميرة كتابا في تبسيط مادة الجبر لزميلاتها وهي في الصف الأول الثانوي. برغم المرض آية اليوم جت باش تفرح معكم، قالوا لي بلي كانت عندك أمنية. واش هي أمنية تاعك بنتي؟ باش نجي لعند عمو يزيد. واش رايكم تغنوا معايا كامل أغنية دارها عمو يزيد خصيصا بهذه المناسبة لعيد المرأة؟ مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. وكما أصدقائي اللي راكم تشوفوا فينا تاني، بإمكانكم توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com باش تشاركوا في الحضور. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.